أعتقد اعتقادًا راسخًا أن فن الرواية يعمل بشكل أفضل عندما يتعرف الكاتب على أي شخص يكتب عنه، وتستند الروايات في النهاية إلى القدرة البشرية والرحمة، ويمكنني إظهار المزيد من التعاطف مع شخصياتي إذا كتبت في صيغة ضمير المتكلم المفرد أورهان باموك. عندما أكتب شيئًا بصيغة المتكلم، فإنني أقوم بدور وشخصية ونظرة أخرى للعالم. يوضح أسلوب الكتابة هذا ممارسة التعاطف الرائع من خلال تفصيل معنى المشي في حذاء شخص آخر. ربما يمكننا تبني هذه الممارسة على نطاق أوسع من خلال التحدث للآخرين بصيغة المتكلم. بهذه الطريقة نحول ضرر النميمة إلى رواية قصة شخص آخر على أساس اللطف وليس القسوة. كلمة طيبة تجعل الآخرين إنسانيين.